أزمة وراء أزمة، بس الصبر والصمود هو أساس متين عند شعب تحدى الإرهاب. إرهاب اقتصادي، هذا إرهاب اقتصادي، إرهاب بالقذائف بالأسلحة. نحن واقفون بوجه هذا الإرهاب حتى أن ننتصر بأي ثمن كان. هاي سيارتي وصار لي 3 أيام واقف على الكازي وناقن ليل نايمين بالشوارع وقاعدين هون هيك. حصار حصار حصار، عم يحاربونا، يعني عم يحاربونا، ما عم يخلوا ثغرة إلا ما يحاربونا فيها، بليمة الأكل، بالبنزين، بالغاز، بكل شيء. بدنا نقول لهم نحن صامدين ولعنة الله على كل الدول اللي عم تحاربنا. صلي من أول تنبار من نهار التنين الساعة 6 المساء. لا لا عم نام بالسيارة، هي أحرار وهي شو اسمه كلياتهم عم مني ليكونا عم شنو، وكل شوي شوي بتجي المرأة بتجيب لي يا شاي يا بتجيب لي قهوة مشان أقعد وتستنى. أكيد بقيانين هون أكيد. شباب سوري ومبادرة جديدة من المبادرات اللي نزلت لتخفف عن الناس الانتظار. عم نكتب شعارات دعم للناس مشان أزمة البنزين. نحن من فريق عمرها التطوعي اجينا اليوم لا نوجه، أول شيء نوجه رسالة للغرب إنه قد ما حاولوا يعملوا نحن صامدين. بنقول لترامب قد ما بده يخسرنا نحن ما بهمنا خسارة، وبالأخير رح نحل أزماتنا بإيدنا وما بدنا من أي دولة أي مساعدة. شو كتبت؟ كتبت أزمة وبتمر، نحن شعب حارب كل الأزمات، نحن عم نهون شوي على العالم يعني على وعصة يعني. مرحبا. يعني شايفينكم من الصبح اجيتوا عم توزعوا ورق وعبارات، احكوا لنا شوي انتوا فريق عمرها. نحن فريق عمرها التطوعي، نحن طلاب جامعة، حاولنا نكون شوي هيك نترك بصمة بكل شخص، حاولنا نساعد، حاولنا نقول انه شو ما صار وشو ما رح يصير نحن رح نضل بهالبلد، رح نضل صابرين، رح نضل صامدين وكل شيء رح يكون. شو عم توزعوا؟ نوزع شوية صور انه عبارات صغيرة، هلا هي نحن يمكن هي صغيرة وهن ما رح كثير، بس على القليل بترسم ابتسامة على كل وجه. من صمد في وجه الإرهاب سيصمد في وجه الأزمة الاقتصادية. كتبنا لهم هيك عبارات انه هيك ممكن تخفف شوي عن العالم، وهي أزمة وبتمر، نحن شعب حارب كل الأزمة. نحن جايين نقول لهم انه نحن ما هنستسلم، معلش يعني نحن وقفنا بوجه الإرهاب وبوجه القتل وبوجه الدم، نحن حنوقف بوجه البنزين مشكلة وننطر قد ما كان لحتى نثبت للغرب يلي عم يحاولوا يدمرونا إنه نحن صامدين وواقفين رغم كل الضغوطات اللي عم نتعرض لها. من صمد في وجه الإرهاب سيصمد في وجه الأزمة الاقتصادية. تكاتفنا وجه الإرهاب لازم نتكاتف بهالوجه الأزمة الاقتصادية. الله لا يوفقهم، شو بدنا نحكي؟ نحن واقفين بوجه لترامب، مهما عمل بنضل صامدين. سوريين، انا سوري اهياني يعني.